السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهالي تل السبع الكرام، هناك يوم تطوع في 10/7 يوم السبت القادم إن شاء الله في المقبرة الإسلامية. ندعوكم جميعا للحضور إلى هذا اليوم والتطوع. المقبرة الإسلامية في بئر السبع بحاجة إلى وجودكم، بحاجة إلى إثبات الوجود العربي في النقب. تعالوا جميعكم إلى هذا اليوم وتكسبوا الحسنات أيضا، ونتطوع من أجل أجدادنا. وبارك الله فيكم.